بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وحان نسو أنكسو قد الجرني ودرسي ودرسي لحيتمنات كان مدى من كتابي صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. وحان نسو دم بيسي صلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرين تيسا هي صورة وكو أخرين هاي وحاودن بيسي وانك هذا اللي حديث كي وصوصا رمام البخاري أبو داود وصحابة يكو قرن جرين النبي قال إنه أخرين هاي الظهر كا هي عصر كابو قر كيس الدقاقي سا يكو قرن جرين. باب كصدن يكوبات قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة أنه أقرن جري آيضا فاتحة كدب في الأخيرتين لبضى الرقعة قدام بيسو وصلاة عصر لبضى الرقعة قدام بيسو أنه فاتحة كو أقرن جري سبحانه صلى الله عليه وسلم وفاتحة كو أكيسن جري. وكان هو سبحانه صلى الله عليه وسلم يجعل مدييله الركعتين لبدا الركعات الاخيرتين يؤذن بيسو اقصر متكابا من الاوليين لبدي هوري قدر النصف نس الى لغتا دخدي قدر كيس انا صلاه هوري قدر كده نس كد بو غابين قدر 15 ايه قدر 15 ايه شن يتون ايات إن لا أخرياء وأخرين جري. وربما وحال أركا اقتصر إنو كقاب صدو فيهما لبضن رقع علي الدهر يعصر ودن بيسو على الفاتحة فاتحة إنو كقاب صدو. حديث كبحسو صار إمام البخاري مسلم ماشي نحوكها الله يا إمامك عليه رحمة الله لبضن رقع علي ودن بيسو دهرك ما دام اللبضة رقعة أهر ريسا أنسوء قاني انتو أخرين هاي وحالي أنكسو هذا اللي باب كنحوب باب يستيل اللبضة رقعة قدام بيسو سوبناها وحو أخرين جري وحو يري النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري جري اللبضة رقعة قدام بيسو دورك اللبضة رقعة أهر ريسا ويكاقابنا ينورد وحونا أخرين جري شن يتوان آيضات قدر كيت عن صوم الرين 30 آية وحليق وأخرنا هي لبضة رقعة ظهرة نسكت هذين نقطة مركب وشني توان صدنا وح نسوة وشني توان شني توان بوكو أخرنا هي آية ضوط لبضة رقعة ضوط وفاتحة كبحسن وحان الله أركاب ويري إن أخرج أبص فاتحة لقيت وفاتحة بس وكو أخرية لبضة رقعة دور ضم بيس قيمة دمنا حديث كملاحظة كسوغنا وربما لاس أو كنّي جاهيو تغليل أو كنّي جاهيو فيه ملاحظة قصّهن بل الغالب نبي السيدة أبداً وحياة هيد إنه كُجاب صلاة فاتحة ليه وماشى ربما أويري إنه رها وكان من الغالب إنه رها فعنت وكان من الغالب أنه كان يقتصر فيهما على الفاتحة فاتحة بس كيس جري أصور رها يا عبوني صدر هذه الملاحظة ما يسقسونه وربما اقتصر راس وحكاه بوندينه وكان الغالب سيد بدننا النبي صلى الله عليه وسلم فاتح بس وأخرين جري لبلا رعادات يدور قدام ميس حديث مركين تسوق هذا البخاري مسلم عن صوصاري باب كصدني اللبات وجوب قراءة الفاتحة فاتحة إني واجب تاي في كل رقعة رقعتك استو رقعتك استو إني فاتحة واجب تاي أي أبابية رقعدة فاتحة من رقعات كستان لآخرين مسا قيبة كميدة وان لآخرين واميدة علماء اسكو من دافسيهين سيقود أهان هدان او دول مرنو رقعات كستان وان لآخرين او واجب هدية الآخرين ويدان سلاة دادا وحاوه النقصان باقليس اما بدلي من نقوني مذب كاسوحاق ابو مذب الشافعي ومذب كينا امام مالك اوزاعي يا حنابلة قولك أو صحيح سن هاي قوان
فاتحة وحال اسك الربا رقعات كستو أو صلاة كمدا ماذا بك أقول لها حنفية اللي يلادو إيشيان كيو بذيهين إيا الثوري نلدوه أو ماذا بك يسيو باباي إيا إمام النخعي أيغانا وحي قبان إيا رواية أحمد كمدا إن فاتحة أي واجبين لبا رقعات أدن بيسا صلاة لبا رقعات أدن بيسا صلاة إن إيسا واجبين صلاة لبا رقعات أدن بيسا مذهب صدحات باجره وحولي هاي حسن البسر إن الله كتغي فاتحة وحير وحي واجبي هل رقعات أو صلاة كمدا رقعات أخر ريسات فاتحة أخرس انت دنبا أخر نيسي دبولي صدح ذا مذهب سيقود أهان أو وجر باب كان كهذا ربنا مركا حديث كتمت أن قد قلنا مركا وقد أمر وحو أمري صوبنا صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحو أمري أمان إيا نبت قلت دوشي سهاء آتي المسيء سلاته وننك سلاة سهلين هاي وان صوم مرين ننك سلاة سهلين هاي خلاد بن الرافع بال دي هجري صحابي قال نبي صلى الله عليه وسلم مساجد كجر صوق لي سلاة بوحي وتكري مركز النبي ويمد وسلامي وعلي رورنيه وما تكن اتكو وكن نقضي سيدي مرة وتكذو وتكذي هذانا وعلي ما تكن ارتكو صدح جرمك اللي قل علي ايا وحي والذي بعثك بالحق الهي حقك وصو ديران دارتين نبي محمد انت وحكب ما قام اي بر مركز الله بري مركز نينكا مركز موسي سلاته ننك لما ضع بحي سحابي أو حلي جري خلاد بن الرافع ننك أصو النبي صلى الله عليه وسلم أمري بقراءة الفاتحة فاتحة إنو أخريه في كل رقعة رقعات كستنا فاتحة إنو أخو أخريه حيث قال له مال النبي صلى الله عليه وسلم أيري له ننكاس وسحابي قال بعد أن أمره مركو صوبناها أمري ننكاس بقراءتها أخرين تيدا في الرقعة الأولى رقعة أخرى أو عيري صلاة هذا ننساك السميه حديثك أبو حصوص هاري إمام أبو داود وأحمد بسند قوي حديثك صيغة أو إمامك وحديثك الرفاعة حديثك سيدي سو موسيء صلاة حكيمة للبا ودوكيمة ودا وحديثك نينك الله يقان أبو هريرة أو بخاري مسلم كسقنا لفظك بخاري مسلم كسوغان فاتحة لغم الشيغين اقرأ ما تيسر معك من القرآن باليري حديثك صحيحة كسوغان مركي فاتحة لغم الشيغين وحكسوها لكي كلا أبو داود إي أحمد غير كتسو سارين أو رفاعة ننك ليرادو رفاعة حديثك سي حديثك رفاعة أي وحكيري فاتحة أخري حديثك أساقين ضعف باكو جيرو ماشي أسا مرك حنفية ذا يكب حيانا وحيدهن فاتح الركن صلاة ما بقها وصنوا والآخرين لكن الركن هذا كتك صلاة يبوري ما بقها شافعين وحيدهن والركن يعني الأسي يقول قل المرك حديث كاس إمامك أتيرين هايو قيب تاهوري فاتح هذا النبي قانو أمره وحديثي رفاع حديث كان سنة كسالة سكوهستا ثم فعل سماه ورسوبنا صلى الله عليه وسلم ذلك أرنت سيضع في صلاتك كلها صلاة هذا أردن ساكو سميه وفي الرواية في كل رقعة رقعتك ساكو سميه ورواية أحمد وكان وحوه صوبنا صلى الله عليه وسلم يسمعهم مد مقشي أيوها الآية أحيانا مرمر وحو أخرين هايو مقشين جي صوبنا صلى الله عليه وسلم مرمر وحو أخرين هايو قرآنك وأخرين هايو مقشين هاي وانصومري صلاة الظهر عصر أصو كجرو أيام المر وحل جم غلي إهدينا الصراط المستقيم إلا إن كرلو ما قادة إن وقت صلاة سري بهاين لكن مرمر بك نبي كر قادة جري وكانوا وحي أهاين يسمعون كوم مغله منه صوبنا حجي صلى الله عليه وسلم وعلى آله نبت قليل حريد السهاة سيئة الكسو حيري النغمة وحاوي الدنم بك مغلي جرين نغمة وحالي هذا صوت كقفك وهذا لها يؤاد مغليس لكن أدوحه كوها لمغلينين مركا وادانا يرو وحيرو النوي ومغلي وحو كوها لا ينام مغليس لكن شيء وكوكو مكلا بحسن إنو هذا لكن واد مغليسا
لكن وحى كوها لي حروفته كوها لي ما فهميزت كاسو مرك النغمة اللي رادا وكانوا الحياة هاي السحابة رضوان الله عليهم يسمعون كوا مغلو منه النبي حقيسة النغمة دنم بك مغل جيرين أما هذا الهوس أبي مغل جيرين أو محو أخرين جيرين بسبح اسم ربك الأعلى هذا الهوس يوتك قاري مغل هيان سبح اسم ربك الأعلى أبو أخرين جيرين وهل أتاك حديث الغاشية أي أخرين جيرين حديث كاسجنا وحصوص على إمام ابن غزيمة في صحيحه وحون اللي يوحي حديث كان وغريب غريب وغريب بيري تفرد الروح من عبادة نين روح العبادة الله لقوا نين نغضي وغريب بيري مركا يعني وضعي فينا يا سك أو كهض لي لكن حديث كاس والسجين هايو وحا متابعين اللي يرادو يحيى ابن إسحاق عن حماد بن سلمة نينكا صيام متابعي على كل حال حديث كو سجيه او متابع على صيوه لي ابو حاتم نو حكو علي انو موقوف يهي انت وحاوه فائده حديث يهي كجرته وكان هو صوبنا صلى الله عليه وسلم احيانا غرغر وحوها مرمر وحوها يقرا من اخريه بالسماء بوسماء ذات البروج بو اخرين جيري ذات البروج بدور كو اخرين جيري وبي وسماء وطارق بكو اخرين جيري سوره طارق ايوكو اخرين جيري صوبنا صلى الله عليه وسلم إيه ونحو ما وحى لميد أو من الصور قرآنك كمده بروج يا طارق أيكوا أخرج الدورك إيه وحى لميد إيه وحى لميد أو صورة حديث كاتن وحصوص على إمام البخاري في جزء القراءة وكان وحى صوبنا صلى الله عليه وسلم وأحيانا مرمرنا يقرأ حاخرين جري بوالليل إذا يغشاها صورة والليل إذا يغشاها بكوا أخرين جري إيه ونحوها صورة أيضا لميدك إمام مسلم يطيالي سوى صوص على صلاة العصر ماشي وحان كرسو بعني صلاة الظهر كصورة النبي صلى الله عليه وسلم بوكو أخرين جري صلاة ماشي وحان كرسو قلينا صلاة دي صدحات أو صلاة العصر إلا صلاة صبح بان كرسو بلوني صبح يا الظهر إيو عصر ويمرك صورة دي صدح صلاة دي صدحات النبي محو أخرين جري صلى الله عليه وسلم محوكو أخرين جري صبنا وكان محوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله محوها يقرأ من أخريه في الأوليين لبدا الرقعة أهر ريسه بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة وأخر الجري إيه والسورتين لبدا السورة ضوط أو يطول ديرين جري في الأولى رقعة أهر ريسه ما لا يطول أما مركو حوالي ما لا يطول حسن ديرين في الثانية رقعة لبدا رقعة هو عصر كا أي أد ديرين جري وكانوا وحي آيان صحابة رضوان الله عليهم يظنون كو أم ليه أنه شان يريد إنه دونها يو صوبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله بذلك أرنتاس أيضا أن يدركوا إني سوها ليلان أما أن يدرك الناس ضدك إني سوها ليلان الرقعة الرقعة إني سوها ليلان حديث كان وحصوه ساري إمام أبو داود بسند صحيح حديث كان وحوليه هاي سبحان صلى الله عليه وسلم على آله وآخرين جري صلاة عصر رجعها أهر ريو لبلا رجع ضوت فاتحة يلا وصورة أكله إلى فاتحة لبلا جرب وآخرين إلى ورجعت قصة فاتحة وكو آخرين هي صورة فاتحة يلا وصورة أكله وآخرين جري سبحان صلى الله عليه وسلم لكن لبلا رجع ضوت سيكلا هاين وحيكلا هاين رجعت أهر ريس عصر ك مد آد ودير او سيدان هوري با اسو مرني دوهركا waxay ahaayeen saxaabada markii salaada duhur la aqimo ayay waxay aadi jireen korbax banaankii aadi jireen haajadooda soo gudan hayaan way soo weysiisan hayaan gurigooda intay ku laabtaan kadib waxay u iman jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam ragcadii koobaad u taagan asr nasasuha ina adbu dheerin jiray adbu dheerin jiray ilaa ay dadka iska soo gaaraan markaas waxay dhayn saxaabada waxaan u arki jirnay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu saa u sameyn hayo in dadka ay ragcada isku soo haleelaan oo ragcada koobaad la soo wada haleelo wayna fi aan tahayo in salaada asr iyo dhuhr iyo laxooga la yar dheereeyo ila da yar dheereeysan hada waxa way wa sheegasho badan baa ku iman maalmi horeeyaan isku dayay inaan salaada asr dhuhr oo yar dheereeyo dacwo badan markay timid baan markaa waxa way soo dib soo gaabin
way nafcinaan lahayd oo dadka suuq u jira soo weysiisanahay midka meel dheer ka soo socday inta isku soo gaari lahayn oo ragcada hore la soo gaari lahaa laakiin dadkii waa sunnadii haddii aad hal maalin waan tabbiiqin tiraado waxa weeye dhib bay u arkayeen culays culays bay u arkayeen saxaabadan waxay u maleyn jireen nabiga inuu doonayay saxaabada inay is soo haleesho dadka inay soo haleelaan ragcada koowaad wa kana huwa subana sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u mid akhriyo fi kulli minhuma labada ragcood mid kasta oo kamidabo qadra 15 aya 15 aayadood waxa leeg ayuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku akhrin jiray qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli min ragcatayn labada ragcadooda u horeeyso mid kasta niskeeda ilaa 30 aayadood hadii ragcada u horeeyso labada ragcada u horeeyso ku akhrinay ragcadaha dambana 15 buu ku akhrinay ilaa niski 15 buu noqonayaa fi kulli min ragcatayn labada ragcadood al-ulayayn ee u horeeyay oo fi dhuhri dhuhur ka ahatay labada ragcada u horeeyay ee dhuhur ka niskood labada ragcada dhuhurkan waxaan 30 aayadood buu akhrinay labada ragcadooda u dambeysay waxa weeye wuxuu akhrinayaa 15 aayadood way wa kana huwa subana sallallahu alayhi wa sallam yaj'alu mid yeelo ar-ragcatayn labada ragcadood al-akhiratayn ee u dambeyso aqsara mid ka gaaban min al-ulayayn labada ragcadood u horeeyso qadra nisbihima labada ragcadood niskooda wax ka gaaban ayuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam u akhrin jiray uu ku akhrin jiray حديثنا وعصوص الإمام أحمد إمام مسلم وكان حواس بن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخي فيهما لبلا رقع وضحك وأخرين جري بفاتحة الكتاب وأخرين جري سورة الفاتحة وأخرين جري أو قاب سنجري حديثنا وعصوص الإمام البخاري إيه مسلم وكان حواس بن صلى الله عليه وسلم يسمع من بغشيه الآية آية وأخرينها يوم احيانا مرمر ايد واخرنا يكر وقالي جريسي صحابته مغلان حديث كان وحصوص صار البخاري ومسلم حديث هو مسوع علها ويقرا واخرنا بالسور سورها التي تاس او ذكرناها ان سو شيغني في صلاه الظهر صلاه الظهر ان سو شيغني صلاه الظهر سورها ان سو شيغني ايو كو اخرنا هي سبحان صلى الله عليه وسلم صلاه داس ايو كو اخرنا هي صلاة المغرب صلاة المغرب كو صلاة أفراد صلاة أفراد وصلاة شنتة لمبرك أفراد صلاة المغرب صلاة المغرب أي مركو حوي ومشن كان للربا وكان هو صبنا صلى الله عليه وسلم على آله يقرأ من آخريه فيها أي في صلاة المغرب أحيانا مرمر بقصار المفصل سورها جزء ka khamisat ama subax khamisat subax khamisat suuradihiisa kuwa u gaagaaban buu ku akhrin jiray kuwa u gaagaaban ayuu ku akhrin jiray hadithka isaga wuxuu yiri waxa soo saaray imaam bukhari iyo muslim waana khald bukhari iyo muslim hadithka ma soo saarin hadithka waxa soo saaray imaam ahmed imaam an-nasa'i ibn majah marka hafwa kaga dhacday imaamka ash-shaykh al-albani alayhi rahmatullah حديث كان وتيريه ان اي سو سارين بخاري مسلم كما سغنو اي وخه كو سغن يحيى مسند امام احمد اي سنن النسائي سنن ابن ماجه اي سو ساري حتى انهم صحابه وحي اهاين كانوا وحي اهاين اذا صلوا مكي توكدان معه معيس مركي توكدان او وسلم بهم وسلاما نقصوا النبي صلى الله عليه وسلم ان صرفا ويقدومي جيرين او ويلابمي جيرين إن صرف وقدومي جري أحدهم متكوت وإنه أسجن لا يبصر أسجو أركها يا صلاة مغربك كبح لا يبصر أركها مواقع النبله لبك سأما جمونك سمرك الطورة ماشى وكدعه هاي صلاة مغربك لا كبح سحاب مرك قدومان متكون واللب جنو أما جمون أو طورة ماشى وكدعه أركها يعني هو حوي افتينا يضع أه لس أركها يا صلاة لا كبح هايو oo marka waxa way leebka meesha ku dhacay waa meel leer leebka waxa way ila meelahaas ay tuu gaaray bangiga meel ka sareys u gaaray u dheeraani marka leebka meesha ku dhacay meesha qotansanahay ama gamuunka ku dhacay ayuu arki jiray ila magrib uu gaabin jiray meesha laga fahmay
حديث كاسين وحصو صار امام النسائي احمد بوتيري امامك وانا خطا واستدمر لما حديث كم با وحصو صار بخاري ومسلم حديث كان ودنبيو وليب كمشى لو كان كو دعاي كو اركاي ايا بخاري ومسلم كسغن marka uu isdoomari aqsa ku dhigi waxa la yaabaa inay nusaaxda markay qorayeen ay tahay ama waxa way dawacada ay xalaysay laakiin dawacadii koobaad baa ku soo baxay idinku muxuu inuu qoray hoos muxuu inuu qoraya nablihi lambarku qabtay hoos muxuu ku qoray imaam an-nasa'i wa ahmad sunni imaam an-nasa'i wa ahmad wa khata imaam al-bukhari wa muslim ku qoraysa imaam al-bukhari wa muslim ayad ku qoraysa ki hore meesha ku soo saaray oo ku yiri wa soo saaray bukhari iyo muslimna wa khata uzdamri wa had ku qoreysa ahmad nasa'i ibn majah hatta innahum ayaga sahabatu waxay aan kaanu waxay aan ila salu hadii tukadan ma uu nabiga maciisa wa sallama salaaman naqsadan bihim ayaga ila salaaman naqsadan in sarafa mid ulla ma ahadu mid kod wa inahu asaga oo la yubsiru arkahayo wa inahu asaga oo la yubsiru arkahayo mawaqi'a nablihi leebkiisa markuu tuuro meeshu ku dhaahayo wa qara'a wa akhriyi وقرا هو اخري صوبنا صلى الله عليه وسلم في سفر صلاه سفر بو اخري قرا هو اخري في سفر في صلاه السفر صلاه او سفر سوره دو كو اخري بوتين وزيتون سوره وتين بو اخري وتين وزيتون كو اخري في الركعه الثانيه ركعه اللبات اي سوره وتين وزيتون كو اخري مركه ركعتان او وتين وزيتون شيغيسو حديث كان روايدا شيخ يسو وضعيف بل وشاذ عند إن عصر الواخري إني مغرب الواخري ما السقنو وقليها قارو حكوتنا من إلى الشاذ بيقارسيين إلى الشاذ بيقارسيين أو موضعا إن لغت المام مغرب بو أخري وخطأ بيدهن مغرب النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرين داري قاسنا وحلقوني النقضي أبي خالد الأحمر نين ليلادو oo ninsiha sanadkiisi abi dawud tayalasi qali qaraba markaa waxay dhahayn way khaldameen nimankaas ayaga oo ilaa waxay giriyeen inay shaad tahay oo saxiixayeen laakiin markii la fiiriyo abu khalid al-ahmar iyo ninka loo yaqaan suleyman ibn mahyan abu khalid al-ahmar suleyman ibn mahyan iyo abu dawud tayalasi waa rag culus rag xadiidkooda lagu tuuri karo bilaash ma ee qadiyada labay dhacday cishana uu akhriyay magribna uu akhriyay anahna ay qoliyo dhahayn warkaasana sawaab oo xadiidkii intii waa shaad lihi lahaa in loo kala garqaado ayaa wanaagsan way noo iman doontaa isoo meel kale uu ku akhriyay subhana sallallahu alayhi wasallam wa kana huwa subhana sallallahu alayhi wasallam ahyanan marmar yaqra'u mid akhriyo bi diwal mufassal magrib uu ku akhrin jiray suuradaha juz khamisaad ama subax khamisaad u dheer subax khamisaad ila subax khamisaad awaye meega jisbu ka koobin afar jisi haafir suma suurada uu dhaadheer buu ka akhrin jiray suurada uu dhaadheer ayuu ka akhrin jiray suuratu al-khamis waxay ka soo bilaabanay waxa weeyo la taqaddima uu noqay Soomaalida inay ka soo bilaaban laakiin qoliyo qaar waxay dhahaan Muhammad bay ka soo bilaaban mufassalka suuradan mufassalka loo yaqaan qoliyo fatxi ay ka soo bilaaban ala kulli hal suurada uu dhaadheer waxay noqon karaan ila waqaciyo iyo tur iyo meelas way gali kartaa iyada naftirkeeda xadiid iyo suuradahaas markuu waa ilaa taqaddin naftirkeeda iyo way gali karaan suurada dhaadheer buu noqon mifaas markuu u dhaadheer wa kana huwa subhana sallallahu alayhi wasallam ahyana mar mar yaqra'u mid akhriya bi diwal mufassal subax khamisaad suurada u dhaadheer ayuu akhrin jiray waana soo sheegnayo subax khamisaad maxaa loo bixiyay mufassal laba arimood horan u soo sheegnay laba arimood ma la xasuustaa سبع خميسات معاه لو بحي مفصل لو يري هوري وانو سشغن دروسين هورا كوشغن لبا ريمود با لو بخي دين بيسينكا كو فرا بدن بيسينكا ايا كو فرا بدن سو سو ما غامنو بيسينكا كو بدن بيدين سبعان سا دراد مفصل با التي تفصلت ببسم بسم الله الرحمن الرحيم با لو كلا ساري دين سوردا سا دراد با مفصل لو بخي لمبر كلا واد خيرن ما يسا لغما وده عقابك يا عذابك يا قيامك كلا ديدكت اذا وقع ما شتالو سأل سائل باتالو سورة مركا حوي توحيد كشرح كشرحي كبوحو مركا وحيك كان الاكتب على عقابك عذابك وحول بو قيامة أي سورة قيامة كل حجرته قيامة كالين سوحك الان كالين يعني وحي ديكتي أحكامتي يو وحي اللي قال الله عقابك عقاب قيامة دام ما الأدوين تا ايك الاكتساد رادة بو حلو بحي مفصل سورة ديك الاكتي
ama waxa way subci kala dhigay saasa lagu bixiy anagna subax khamiisad baan naqana wa ahyaana nabiga wuxuu asu bana sallallahu alayhi wasallam yaqra mid ku akhriyay diwaal mufassali wa awsaadihi ya suraha dhaxa suraha dhaxa inoo qaran suraha dhaxa inoo qaran ammi iyo waxa way naziaad iyo suraha asbi noqon karaan ku dhaxay ku gagaaban ahayn ku dheernaan ahayn iyo wa awsaadihi suradaha u dhaxeeya ee suradaha aan dheereyn aanan gaabnayn ku akhrin jiray فكان هو تارة مرمر يقرأ ميتكو أخريو بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة الذي بكو أخرناه سورة محمد الذي سلميرا سورة الذي بكو أخرناه سورة سكو أخرناه سورة محمد بكو أخرناه نبي صلى الله عليه وسلم وقل يا هدها جزك خميسات حكصوا بالوضع سورة محمد والذي أي كصوا بالوضع قل يا قوي رأي مك حديث كم يدلسنا يعني عليهم نبيك مفصل بوكو أخريال لي كدين سورة محمد بلا شيء سادة رادة سورة محمد وحكاتة سنتها يجوز خميسات قولي يا مريم ماشي أنا حديث كان يعدين حديث كان ضعفي وقصوا إمام دار قودني آياء كتاب كيسا حكاها للي قرائبك حكاها للي حديث كان أو حيري حكو علي إنو غريبية او وركا ام العسن هينا وحاجرو نين لا ديرادو عبيد الله بن عمر العمري روايته عن ابو معاويه الضرير محمد بن غازم حديث كو كورينها يضعف لو كسغن ابو معاويه الضرير وانن من رجال البخاري بخاري مسلم رجال شودو كميديا وشوق دو وانن ادو علس نين اندولين او اها ابو معاويه الضرير بل ديجر لكن وحاض ضعف كجرا روايته كقاته نك لا عبيد الله بن عمر العمري روايته كقاته ضعف وا كسغن سادرادت خلق بدون معاصرين با كو خلدمي او وحي مودين دار قدني وركيس ايون فيرين وحي دهن حديث كان وصحيح بيدين على شرط الشيخين عقمه الشيخ شعيب الرناوط وكو خلدمي سيده صحيح انا وحاويه رواية وضعيفة معايا لي رواية عبيد الله بن عمر العمري عن أبي خازم الضرير أو معاوية الضرير إنك الله يقانه رواية ديسة وضعيفة على الراجح مركا حديث كما سكنه وضعيف شيخ الباننا وحاليا بأنه من كاسو رعاية ساقنا في تركيسة لكن ماشا كما يبراروين إنه مركا حوية رواية دا ضعيفة وتارة مرمرنا بالطور سورة وطور وكو أخرنها سورة وطور أيكو أخرناي سورة وطور أيكو أخرناي وتارة مرمرنا مغرب كوكو أخرناي بوالمرسلات سورة المرسلات سورة المرسلات قرأ هو أخري بها والمرسلات في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أود بيسي النبي صلى الله عليه وسلم أودت جيو صلاة أود بيسي وحكو أخري والمرسلات عرفا سورة سو أخري وآخر سورة والنبي صلى الله عليه وسلم تدو كتجي هنا خبرت وهي مهمة هذه اللي ويدي الصلاة دي قدام بيسي أما سورة دي والنبي صلى الله عليه وسلم آخر حياتي قدام بيسي وضدك كتجي سورة ده سورة المرسلات وهي الحرارة يكون ما انكرتها من مغار مكرفونية دريغ للي مريح كرتها ورسكو هيست ورقي كاوه أصبح سن سورة المرسلات بها النبي صلاة كتجي صلاة وتجي سورة المرسلات قدام بيسي قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم salaati oo u dambeysay oo nabiga u tukado oo u tujiye saxaabada u tujiye oo la maqlo sawtkiisa salaatana marka u dambeysay suuradana u dambeysay hadith kaas waxa soo saaray imaam bukhari muslim wa kana faasu bana sallallahu alayhi wasallam ahyaana marmar yaqra ummat ku akhriyo bitula bitula tulayn ha bitula tulayn mid u dheer labada dheer labada dheer mid u dheer labada dheer mid u dheer muxuu ku wada al araf uu ku sheegay وأعراف في الرقعتين لما دير مدة ودير أيوكو أخرين جير لما دير كوي أن عام يعرف أن عام يعرف يا دير عرف دير سو بس أنا ما دير مركا لما دير مدة ودير بنا بيكسار سلم كو أخرين مربا وحاجر صلاة مغرب سورة عرف باللابي أن عام يوكو أخرين نبي مصبنا لكن بطولة دولتين حديث كان بكو يمت لكن
على الراجح نبي هو حاوي انه كاخري سوره اعراف وانه سكنته سوره اعراف وصواب الله بي سوره اعراف مير نغوي وجزئيه جزء حي قدرت صح وجزئيه يحزب صح جزئيه يحزب الى الحزب قرى بالله الى قال الملو الى قال الملو ان تقن الجبل وحزب كله لو حزب قدره وجز ان تقن الجبل كسب بالله الى سوره لا يماد ما قوا ولا مقر وجزء لا مقر اي مقر النبي صلى الله عليه وسلم كتجي مارو سما ديرين انا انا ودياش دي مقر وخوغا ديب يردو ولا بوق مقر و دنت لما ديمن اعرف انت الاخر اي مقر النبي صلى الله عليه وسلم تجينا اعرف سوره اعراف وجزء زياده اي النبي صلى الله عليه وسلم كتو كان مقرب marka ay magrib wa dheer yahay magrib wa dheer ila liinkaas liinka madow ila isku bedelo oo baabo meesh ku baabana ay isha badiyar isha badiyar liinka gududan wa kana huwa ahyana marmarra yaqra mid akhriya bi tula mid u dheer tula yana tula wa tanif adwal adwal ba markii tanif laga dhigayo tula walle adwal tula mid u dheer labada dheer mid u dheer tula tulay labada dheer mid u dheer في الركعتين لبدا ركعه المغرب كنتجي النبي صلى الله عليه وسلم ايو كنتجي وتاره بالانفال سوره الانفال بكنتجي سوره الانفال ايو كنتجي في الركعتين لبدا ركعه ايو كنتجي لكن سوره الانفال انه النبي كنتجي روايه سياده ام سكنه واشاد راجح حديثك وانه ضعيف امام حافظ بن حجر عليه رحمه الله كتابك سنتاج الافكار ايو اد او هذا وحول الرجحي نبي انو انفال بو مغرب كنتو كدي ما لي كوسونت ملوي وحونا كحكمي شدود متني يا سند وحير وهذا شاذ متنا وسندا اد بو قحلي عمر كو حوي روايدا ام حديث كان ويري وضعيف الله كما جد شغل الباني وحلا يعني كرسونت لكن حافظ ابن حجر باسفي عن او هادلي او هرتيس كهدلي سرادي وحنا وصلنا معتي مغرب القراءة في سنة المغرب مغرب سنة كذا ما يسوى محل آخر ما تكون آخر نيسا هذه الفاتحة فاتحة بس تكون كيسان مسواح كلا تقدري سلعة هذا مكان مغرب تكون كذي بان تكونين السنة ده القراءة آخرين في سنة المغرب مغرب سنة ديسة إلى المغرب سنة كذا ما يسوى حكمت هاي خواتبت والنبي صلى الله عليه وسلم يري من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة labi ittaman raqacadood sunna e maalintii qofkii tukado guri baba janna looga dhisiyo adoo maalin walba moqto fursad aan islaafinina maalin walba aan samaysan karo guri ku dhisanno laakiin waa shaydaani nafteena ana waxay maalin walba guri aad dhisan karta jannada guri ku dhisan karta maxay tahay labi ittaman raqacadood oo sunna e farq kale ma wad labi ittaman ka raqacadood sunnada waxa kamide labada raqacadood ee maghrib ka dambeeyso kuwa koreyma مغرب كذا أذان مكتن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب إن شئتم الرعي وقبل المغرب تكذب مغرب كخاري تكذب صدع جرمك ويروحيري حتى دونتان قيادة ولا قدي حتى دونتان مغرب كخاري رعت تكذب لكن مدة لبي تمان كر عود كجرت وحاوي و لبي رك عود المغرب كذب بيو إن أنا سكرت تكنا أو سكر بحنا معها إن أنت كنوا هذا تقولي كتكني أوكي أو بحضر تقولي كتكتو وفي عنت لكنها كتقولي والله برع هذا أدو أجر بدن رواتب تينك مدي القراءة في سنة المغربي لبي تمنكر عضو لي غرسه قرآن نفس الشكل لبي تمنكر عضو أو سنة أو ما ردي ليك تكتب بيجنا لوجر ساي مغلا ما أنت وعي أفر دور كورس يلا بكدم بس ما جاوا ليه لو ما كدم بس وا تدوه سديت سجال أطبن لبلا ساعة صبح كوريس يعني أفر مغرب كوريس وحنجي إذا كوريس الظهر إيوه لو مغرب كدم بيسو حيسكون قلنا يعني ليح مشى سيادة لبلا عشاء كدم بيسو يا هادور كل يوم ليح أفر ظهر كوريس يلا بقى كدم بيسو مين قام يشاس ليح مغرب لبلا كدره أو كدم بيسو سجال مت مثل سيدي دوي هاي عشاء الله كده ميسنة طبعا كده حكوا درتها صلاة الصبح الله رجع عليه كون ريس فجري رجعتي فجر لبيت طبعا كده رجع وقف إلى عليه بنى الله له بيتا في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم
مركيس أنا جبحسن لا يتمكن رواد أنا حافظنا أنا إلى علنا هذا عندك هاتكتو مثلاً يهودك ولا تكتو صلاة الصبح أو صلاة الوجر صوت بعد صلاة تكون كرتها مثلاً ظهر بعد ما يكون مسبوق شيء بعد العصر بتكون كرتها ها وتكون كرتها إلا صلاة هاس ومؤكدة ولا سنين كرا ولا سوق لين كرا صلاة ها أو رواتب تاء هذا وقت كعد عفادي وما هم مشغول سنين أما سكون عفتو وتسوق ليسن كرتها مرك وتسوق ليسن كرتها القراءة في سنة المغربي قراءة الله أخرية أو صلاة المغرب سنة كذا بس وأما سنة المغرب البعدية فيري أما سنة المغرب البعدية أدم بيسي القبلية المدين البعدية بالوري أدم بيسي فكان حواس بن صلى الله عليه وسلم يقرأ متكو أخرية فيها أيضا وحكو أخرين جري قل يا أيها الكافرون بو أخرين جري سورة قل يا الكافرون رعادة كلمة وحكو أخرين جري مركو فاتحة أخرية كذبة موقت وقل والله أحد أي أخرين جري قل هو الله يقول الكافرون رعادوا الرئيس فاتحة أيه قل الكافرون رعادوا دم يسوع فاتحة أيه قل هو الله ساسو النبي صلى الله عليه وسلم وأخرين جري هذا نصوم مرة صلاة هل وأخرين جري صلاة الصبح رعادة فجرك صلاة الصبح لبار رعادة كور رئيسنا ونصوم مرة حالة أوه نينكي رعادوا أوه الرئيس صلاة الصبح قل الكافرون كو أخرية رعادة الفجر رعادة لبارنا كو أخرية قل والله أحد النبي صلى الله عليه وسلم حيري أدونك إلهي مرمي أدونك إلهي مكرتي من ساعة أخرى يو مغلي مركز وحيري قل الكافرون مركو أخري أدونك إلهي مرمي كذب وحيو أخري قل والله أحد رعادة كلا وحيري هذا عبد عرف ربه وأدون ربي يسقرتي مركز ماشي فايدة بدنا كجرت فايدة بدنا كجرت حديث كان لكن مرم بدن باقي جر ونكسر الله هذا أصح حديث كان ومضطرب والعلي أبو حاتم وحكو علي إنه مضطرب يه وكذلك إمام مسلم في كتابه التمييز أيو دور الصفحات كهذا إنه مضطرب يهون صوصاري على كل حال قرآن كلاه سون كو آخر الدنيا لكن حديث كان مسكنه وضعيف وضعيف إني مغرب ك لا بد رجع ضاد قدام بيسو لغو أخريو قل الكافرون يقول والله وضعيف سجود أهان هذا القرآن أهان إسكي آخر سنة يسو وأوكي دب ملها لكن إن الأيام لا بيك ستسي صلاة الصبح عمل مسكنه حديث كاسجاي ضعف في وقجره باب صلاة العشاء صلاة العشاء وبابية صلاة العشاء اللي عن صوت شجني وصلاة الشناد هو صلاة الشناد الصبح عن كسر باللون الصبح هذه لقى صوب الله عشاء كسر دمان دان عشاء باللوننا هاي عصر بكسر دمان ولذلك وحال سكويستا صلاة الوسطى هذا حقي صلاة هيك باللون هيان صلاة الوسطى وحال سكو خلاف قل يا عيدا صلاة الوسطى وحال غوضة ومغرب حافظوا على صلوات وصلاة الوسطى مغرب على غوضة هيدا قال له عيد ان ماي وعصر هذا مركو حوالي دنك لو نعفيرسو لكن مرنكا وحوالي قليلين احاديث باكو سوارتي شغلونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر البخاري ومسلم وحين نغ مشغولين صلاه دي دخيسي صلاه دي وهي صلاه العصر شغلهم الله الهي قبر غوده كبوخي النار عقاب وحنا وتغي دونا كتاب عمد الاحكام والنبي صلى الله عليه وسلم مساكله صلاه الوسطى مركو حوالي صلاه العصر و صلاة ذا سوحيلة أهمية قوني أو نبي صلى الله عليه وسلم حيري من ترك صلاة العصر متعمدا قفك كس وقتك صلاة عصر فقد حبيد عمله عمل كهوري وشق يستطن وهل بعضه لس هل صلاة عصر أو هذا عمدا أو قتك عمل كهوري وشق يستطيه ودنبو وهل بعضه لس وهل اسمر صلاة رادة بصلاة المستوقات صلاة المستوقات نبي قلبتي أدب أمور قودي قلبتي دقالك إن منك خندق إضافيين أدب أمور قودي وحيري شغلون عن صلاة الوسطى إلهي قبر قودة نارها كبوحي إلهي قبر قودة عقابي على كبوحي صلاة دي حيسين إضافيين إلا نسي لو دقال لما يقول اسكوهر تاقنا أو ورد لسكولها أيا الله أركي مغرب وقلي نبي مركا عصر أو وليب الدقال جهاد إيه أيو ساوغ أمور قودي كورنا داد سوق اسكوهر وريغي إنو أنكسو قتكنا وأني محبوب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأكم مرقون هاي أول صلاة عصر بين الدافين حقينا للتاجين ويوم خندق قال الله شرف ديا وإني كسب بودان الديدا يهجي أولو علنا يا مركز النبي قادو مرقون أيو رسالة دي لا حيسين نجم مشغولين أنا جنا
ترب اي بلاي قشين اي حفيز بان وحين اي انت اصلا كلها فين الناس الله دعسر والله وحوي اد بي كافي كل ديروي كافي كل ديروي صلاه العشاء صلاه العشوب بينك وبابيه وصلاه الشنات وكان هو صبنا صلى الله عليه وسلم يقرا من اخر في الركعتين لبد الركعات الاوليين اي او هريو من وسط المفصل سورتها سبع خميسات سورتها ددخا اي كو اخرن جري سورتها ددخا او سبع خميسات اي كو اخرن جري فكان هو صبنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله تاره مرمر يقرا من اخريو بوالشمس والضحاها اي كو اخرن جري اي واشباهها سورها ايضا لميد او من السور قران كسورتي سكميد حديثك وحسوس على إمام أحمد والترمذي وحسنه ونسقني حديثك وتارة مرمرنا بإذا السماء انشقت بكو أخرجري سورة انشقت بكو أخرجري مر إذا السماء انشقت وكان هو يسجد مسك سجود بها أيضا هنا سجود جري أغير سجود كجرت آخر كسورة هل آيب باكد ميس سمع ميش هسك سجود جري سجد كجرت حديثك سيدنا وحسوس على إمام البخاري ومسلم النسائي وقرأ هو أخري مرة مرنا في سفر سفر بوحكو أخري وهذا سورة شيئين بوتين وزيتون سورة وتين وزيتون بكو أخري في الرقعة الأولى رقعة وهرسي حديث أسوح صوصار بخاري مسلم وعيد أمريكا هفوه خود عضيه تلاوي بوهراء مخرب لأذي عشو كخل دميده عش أسكاله المش لكن واقع وكلدون تبال ليه كراه حديث كاس انت ضعف الوتون وعليه كراه قوني ويواقسك قوني أيضا مخرب ونبي صلى الله عليه وسلم كنت كذا أيضا سفر ليه والنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة قراءة لا ديري فيها أي في صلاة العشاء بوربي صلاة العشاء قراءة لا ديري النبي وديدي وصومرني وذلك أرنت أيضاً حين قروي صلى أوتجي معاذ صحابي قال لي إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه قول ديس طلق كذا شيء تلكي مساجد ريبني سلم أنا ملده مساجد قبلتين هذا الله بحي ومدينة كويال أي دقنان جيران ماشا وكتجي العشاء صلاة العشاء تجي أو فطول عليهم وكديري أدب سرادي وكديري فانصرف وحاج دومي رجل نبى دومي ويل وانصومري فتى ويلير أو من الأنصاري رجع أنصارات كميرة فصلى ووتو كذا سجوني أنت أبحى أيوة كذي فأخبر والله ورمي معاذ معاذ والله ورمي عنه ويل كير حجز ويلير بسراد كأجوستا لأنت سراد كوجرتيه ووسك بحى فقال مركز معاذ حير إنه منافق ويل كسو منافق ومنافق بوده ولما بلغ ذلك الرجل ويل كمرك أرنتي قادي دخل وحوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يبوق عليه أو فأخبره وركب أشياءه معاذ إنه يري ويل كا ومنافق بوشيء ما قال معاذ معاذ حير أو أه ومنافق ويل كس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال حكيري أتريد موحدوني سمعاذو أن تكون إن أهاته فتانا فدنا ولينا نقطة ميادرتا فدنا ولينا نقطة ميادرتا يا معاذ معاذ ومعاذ وفدنا ولينا مياد إن نقطة ربتا دتك صلاة معاذ ودارين صلاة ما دو جابس دتك محلو كريريو ها إذا أممت هذا إمام نقطة معاذ الناس دتك هذا إمام النقطة فقر أقرب بي وشمس وضحاها سورة وشمس كآخر عشاء إيه وصبح اسم ربك الأعلى عشاء وتجدك وإقرأ باسم ربك كو آخر سورة إقرأ كو آخر والليل إذا يغشاها سورة والليل إذا يغشاها كو آخر فإنه شاني يصلي وحاتكن هايو وراءك معاذ وآذي قداش هذا ما أمومين تلقى الله وحاكتكن هايو الكبير أضي وين وكاذي عشاء الله أضي وين ودي بيسو استاقى وهين لا يأتكن هايو إيه والضعيف نم جرن وعلوش الله أما حنوسا أيها كودة وتكن هايو iyo wadul haajati nin umarka waxa weeyo haajo saaxiibe oo safar u ordahay ama baabuurka buu ka tagay jamaacada inuu la saqeyb galan rab ha ku dheereeyni way xadiiga wax soo saaray imaam bukhari muslim xadiiga qisa dheer buu laha horan u soo sheegay oo ay wiilkan yar in lagu tuumay inuu munaafiq iyo mucaad uu ku tuumay galaalna wuxuu ka yiri wiilka xadiidka uu dheeraaye mucaad oo aniga adi waa loogaan doona midkii munaafiqe uu dhaartay wiilka qoladii gaalada ahayd baabari soo gali doonto waan dhigaal arki doona yoomu waxa dhacday uxud dagaalku uxud ba dhacay wiilka seef buu qaatay mucaad buu raadsaday mucaad oo soo bax wuu soo bax nabii gaalada la jeehadne markaas uu gaalada ku horordi mucaad uu raacay markuu arkay wiilka gaalada si galaayo oo in saxaabadu wali soo gaarin ayuu dib u istaagay wuxuu yiri aad baan walaayaa wiilkaasi nimadiis
وقالي مركو قالي سيفت الله أحمري أي أسأله ماش كوشيد مركز يا النبي يقول حيوير معادو ويلكي أنا إلى الدولة هاي أذى أنا كل الدولة هاي محسمي أقول عمك ما أعرف دندنتك ودندنتك معادي ما قال الرسول كلا واحد ننو شيء إيه ننو ذا معاد ما قرن هايو إيه أنا إلهي بان بريا نار وان كم وان قلافتان وان أخريا جنة وان ويدستا ما أنت أحد بوشهيدي مركز يا حيوير معاد إلهي بان كود دارته ويل كرم بشيء أنا كنا بين بشيء أو محمد بينك شيء بقول سعادي بين اسمه شيء معاد وحب بينك شيء أو بين بينك شيء يقول منافق نمر أنك تهمي ويل كن منافق ما هم بره ما أنت أحد بكوشيدي أصحابه أحد بقولي أي منافق ما هينه مرضي أن ملية بين أحد ويل كن رم بشيء صلاة الليل والله سبحانه وتعالى عشر كن أنت نوى كذا حين هلايني أفتدي الشيطان كاتي وحنا جينا الله سبحانه وتعالى وفجأة السلام عليكم ورحمة الله